46 عاما مرت وهي صمام أمان وداعم رئيس لسلام المنطقة. 46 عاما وهي تؤمن بأن السلام هو طريق تحقيق طموحات الشعوب وتطلعاتها للتقدم والازدهار. منذ توحيد القوات المسلحة أدركت دولة الإمارات بأن السلام المستقر والمستدام يحتاج إلى قوة تحميه، فأعطت الأولوية لتطوير قواتها المسلحة وتحديثها. من هنا كانت رؤية الشيخ زايد بن سلطان الهيام طيب الله ثراه عبر قراره التاريخي عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت علم واحد وقيادة مركزية واحدة تسعى لتوطيد دعائم الاتحاد وتعزيز مسيرته، فكانت كالسياج المنيع الذي يحمي مكتسبات الدولة ومقدساتها. كان لقرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية رؤية واضحة وعلامة فارقة في تاريخ الإمارات من انطلاقة مرحلة التأسيس وحتى وصولها لما هي عليه اليوم من تقدم وتطور في عدتها وعتادها، ناهيك عن إثبات قدرة منتسبيها من التعامل مع أعقد القطع العسكرية وأكثرها تطورا. حرصت القيادة الرشيدة على إعداد وتأهيل العنصر البشري وتنمية الروح الوطنية لديه وإعادة بناء تطوير شخصية المواطن وإمداده بأحدث الأسلحة العالمية الدفاعية والاهتمام بتدريبه وفق أحدث الأساليب على المستوى الدولي. وتعزيزا لهذا الهدف أنشأت وزارة الدفاع الإماراتية الأكاديميات والكليات والمدارس العسكرية لتعزيز معايير القدرات الدفاعية ولتطوير سياساتها الاستراتيجية وخلق التعاون المؤسسي وإنشاء اللجان المشتركة للحفاظ على استقلاليتها تحت مظلة اتحاد دولة الإمارات ليكون كالبنيان المرصوص. تلعب القوات المسلحة دورا هاما في المجال الإنساني وحل النزاعات وحفظ الاستقرار في العالم، وذلك تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات عونا للشقيق والصديق أينما نادى واجب الأخوة والالتزام الإنساني.